خش احنا جبنا نبقى من مصر والله العظيم. انت مسبل الدنيا يا شيخ، انت عامل كاكاو على الفتيس؟ ده انا عملت ورق. اللي هتف على قلب هتف عليه بلغم. حلو؟ بقول يا شيكو؟ طب نضفوا بقى العربية، نضفوا؟ نضفوا عشان مش قادر اقعد في الزبالة دي. كلمت الواد شريف منطقة؟ كلمته من شوية. حلوة الحتة دي أوي. إيه عايز إيه؟ مش فاهم. No se puede tirar colillas. ده بيشتغل إيه ده؟ يعني إيه هو بيقول؟ أوكي. مكتوب بوليس. بوليس يعني إيه بالعربي؟ يعني بوليس يا شاب. بس لابس لبس حكم. 20 يورو. 20 يورو ليه؟ عشان رمينا السيجاره على الارض. هو ماله هو؟ ابوه عارف انه بيشرب سجاير. انت مالك؟ اديله سجاره يا عم. دي سجاره عادي. انت انت بتنعضني ولا ايه يا معلم؟ في ايه؟ وانت موني موني بليز. سجاره حشيش ودي سجاره عاديه جدا. لا انت مش عارفنا؟ احنا فنانين في سمير وشهير وبهير. هشام حد عارفنا هنا؟ هشام انت فين؟ عمر ابلا بابي. عشان طفيتها على الارض. ادفع يا شيكو ادفع خالص. طب اعمل ايه بعد ما اخلص السيجاره؟ اكلها يعني؟ خلاص اعمل ايه؟ اكلها؟ مستر نو بليز. فين بقى التحضر والتمدن؟ سواء 20 يورو ده للعلبه كلها؟ يعني كل سيجاره يورو ولا السيجاره يورو؟ ماشي امسك. ما تبهدلش الارض بقى. خلاص ماشي.